هنا بمشتة ولاد مومن الجبلية في بلدية عين فقرون ولاية أم البواقي، قارورة الغاز لمن استطاع في ظل موجة البرد الشديد، فما بالك بتهاطل الثلوج، حيث متاعب العيش هي صعاب الحياة هنا بهذه المنطقة التي ظلت تعاني الأمرين. احنا عندنا مشكلة تاع الغاز، وراه قريب لنا نبا 500 متر والله، ومشكلة القرعة تاع الغاز طلعها ب 20، وزيد كي تلحق لهنايا زيد عاود تهبط للفيد سقام تقريبا 50,000. برد الحال منطقة أكتاه تاع منطقة برا تاع جبل برد، البرد والله رحنا سوفريو صح؟ والله رحنا سوفريو، مصلحتنا لا الغاز لا المازوت لا مصلح والو، شي اللي يديروا غالي ما قدرنالوش. السكان في رحلة التزود بقارورة غاز البيتان، بينما بات مطلب ربط ولاد مومن بشبكة الغاز الطبيعي في خبر كان. البرد احنا عايشين هكا، عبي القلعة تاع الغاز اطلع، المهم مشكل تاع الغاز احنا نطلبوا من الدولة كشما ولا المير ولا الوالي كشما يعاوننا في الغاز، هذا ما نطلبوا. المهم نطلبوا من السلطات يديروا لنا الغاز. راه القلعة تاع الغاز رحنا نشريو فيها تقريبا تروح لنا ب 30,000، المهم نعمروها ب 24,000 ونكريو فرود نجيبوها تسقم لنا لهنا ب 30,000 لهنا للدوار تاعنا. برد بزاف ولا برد الدوار؟ برد الحال، ايه برد الحال فوق اللازم. الأبناء هم أيضا يشتكون وقد اعتادوا بدورهم على الحياة القاسية في ظل رداءات الطقس، فالغاز في الشتاء نغص عيشهم. والله البرد قتلنا في الشتاء، نهبطوا من الصباح برد الحال، ونطلبوا من السلطات المحلية تدير لنا الغاز وتدير لنا ترانسبور باه نعودوا نطلعوا نهبطوا فيه على البرد. يكابدون البرد القارس ويتحملون مشقة الغاز ولا فرج إلى حد الآن بعد معاناة طرامدها، على أمل أن ينعم السكان مشتة ولاد مومن بغاز المدينة.